طبعا امبارح اتكلمنا وتابعنا الحالة طبعا المزرية لفريق الكرة والنتيجة اللي مش بس بتعبر عن حال الفريق او ظروف الفريق، لا دي بتعبر او بتوجز حال النادي بشكل عام، حالة عدم الاستقرار الاداري، حالة الفراغ الاداري. هيفضل فريق الكرة اللي هو المراية بتاعت نادي الزمالك هو اللي يفضل يدفع الثمن، وهيفضل يدفع الضريبة دي للأسف، للأسف الشديد جدا، لان فريق الكرة هو الرمز، هو الشعبية الكبيرة جدا للنادي ككل. فأول حاجة بتتأثر في نادي الزمالك من كل الظروف اللي بتحصل دي أكيد بيبقى فريق الكرة، وبالتالي ملايين كلها بتزعل، كل ما هو زملكاوي بيئن وبيحزن على فريقه. هأكد تاني زي ما قلت امبارح، عمرنا ما هنرفع المسؤولية من على لاعب الفريق أو الجهاز الفني. أكيد في تأثير، أكيد في تقصير من اللاعبين برضو، أكيد هيبقى في حساب، والحساب داخل نادي الزمالك بالقيمه والظروف والحاجات اللي بتتوفر لك، فلما يبقى في اخفاق اكيد هيكون في حساب. لكن عايز اتكلم باستفاضه شويه مع حضراتكم في عده نقاط مش لازم ابدا نغفل عنها، لان زي ما استعرضنا مع حضراتكم امبارح، حكم المباراه امبارح كان عامل رئيسي كابتن محمد عادل، ومعرفش يعني الحكام الدوليين دول بيجوا قدام الزمالك بينسى ان هو حكم دولي ازاي، او بيتناسى ان هو حكم دولي ازاي. امبارح الحكم كان له اخطاء واضحه لحكم في درجه رابعه ما يقعش فيها، لكن المشكله ان الاخطاء دي اثرت بنسبه كبيره جدا على نتيجه المباراه. لكن زي ما شفتوا طبعا وحضراتكم تابعتوا وانتوا ادرى مني بالموضوع ده، الحمله الممنهجه المدروسه بعنايه على الحكم المحترم وليد عبد الرازق حكم مباراه الزمالك وبروكسي، في الاخر ايقاف وليد عبد الرازق، والايقاف ده اصلا هم كانوا مستنيين له اي حاجه بس عشان يوقفوا بيها، عشان قبل كده اتجرأ ضد النادي او الفريق اللي محدش يقدر يزعله. مستنيين ومع حضراتكم هو دينا بنذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين ان كان هناك مؤمنين، ان لازم العداله تتحقق بين كل الحكام. زي ما وقفت وليد عبد الرازق، يا ترى ايه هيكون القرار بشان حكم مباراه الزمالك والاسماعيلي، او الاسماعيلي والزمالك؟ ده احتسب خطأ أدى الهدف، يعني الخطأ بتاعه هزيمة مباراة وتغيير من سير المباراة ونتيجة المباراة على فريق بقيمة وحجم نادي الزمالك كان محتاج الفوز ده، كان محتاج الفوز ده. وبارك تاني لفريق الإسماعيلي طبعا، وإن شاء الله الإسماعيلي يعود تاني قوي، لأن حال الكرة المصرية دي مش هينصلح إلا إذا عادت المنافسة بين واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمس وستة وعشر فرق، اللي هي دي كرة القدم وهي دي الرياضة وهي دي المنافسة.